الغربي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك شو تغيروا ناسك، بتضل وفيك من ضل عشق وغرام. الله والملايكة حراسك. ها كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحي. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. هدي حالك هدي، شغلتك كتير بسيطة. على فكرة انت لهلا ما حسبتني. الحمد لله على سلامتها، فقت هلا بالبنج. الحمد لله على السلامة. مش عايشين؟ شوي شوي أنا مالك. Thank you.
ايش دفعت اليوم؟ 100,000. الله يلعنهم كلاب حرامية. يلا معلي معلي حبيبتي فداكي. المهم تقومي بالسلامة. ليش عم تبكي؟ لأنه ما بدي اياك تشوفني ضعيفة. ماني قدران اشيل حالي. هلا بدي اسألك سؤال. إذا أنا ضعفت ما بتشيليني؟ فرجيني فيك يوم روح ربي يغضب عليك ليوم الدين يا محي الدين يا ابن شفيعة يا كلب يا حقير يا وطي يا ابن السرطية. حدا عامل هالعملة غيرك يا سامي. نتحاسب يا ابن الكلب نتحاسب. ان شاء الله بتنبخش عيني برصاصة قناص على قد ما اشتقت لك زكوان. ناطف قلبي على ما اشوفك. ولك خلص بقى خلص. هلا ماني رايق لك. صار لك فترة قاطعني وغايب عني. اشتقت لك. ولك خلص بعدين ماني طايق حالي. ها زايدت لك تفريعة جديدة. والله شو لونها؟ فستقي فاقي. خلص هلا ببعت بجيبك نلعي. ولك ان شاء الله بتكفني وعلى قبري بتغني يا مسافر وحدك. لك طول عمرك حنون وقلبك رايق. اياك والنسوان ان كيدهن العظيم. روح جيب انا اشوف. روح مشي معلم. اركب شوي مشان حنين. ها معك. الله يرحمه ويصبره ويصبر اهله يا رب. ايش؟ بتعرف صرت بس اسمع خبر عن حدا بحس انه صرنا ناس فاقدين الاحساس بكل شيء. ما بقى نتفاجئ بشيء بعد كل اللي شفناه. الموت ما عاد له هيبه. بتتذكر قبل؟ كنا اذا بنسمع عن واحد مات بالصين بنتاثر. بتعرفي؟ هلا الموت صار فينا كلنا، يعني بأي لحظة الواحد معرض فينا يموت. عيد الشر عن قلبك. ضياء، تعرف شو اللي واجعني؟ إنه الناس عم تروح برخيص، مشان شو وليش؟ ما بعرف. ضاع الحابل بالنابل، وما عاد ميزنا بين الغلط والصح. الحقيقة الوحدة هلا اللي نعرفها هي الموت. لك شو هالحديث اللي معتها؟ جايبنا لنغير جو ونتغدى ولا لنحكي عن الموت؟ مناضل ومعارض يتعرى أمام الكاميرا. شو هالجسم الخزي هاد؟ قلتيلي انكسر عندك حاجز الخوف. ليش انت في عندك حواجز لحتى تنكسر؟ بس برافو عليك. وهي صار عندك فضيحة بالجرس وعلى النت والمحطات. وأنا هيك بتكون خلصت مهمتي. لا لسه هلا بلشتي. بدك تضلي عم تحكي معه، بدك تجرجري لحتى يرضى يشوفك، والباقي عندي. والله لا أطحنك طحن. والله عادي هون شوي. وينه معلمه؟ يكون بغرفته هلا بناديله. تعا 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 تعا. مين كان هو؟ ما حدا. ولك شلون ما حدا؟ وهي السجاير اللي عليها روف لمين؟ شو ها؟ لك حملة ضرابة السخن. هاي لسماهر. ايوه. ومين هاي سماهر بلا زغرة؟ ليش المعلم مو حاكي لك عنها؟ اطلعي قدامي يا مصير يا كذاب. اطلعي يا وسخات بلد.
وينك هون؟ وينك؟ شو؟ شو يا بعدي؟ حنيت لأيام التيرشرش والهشك بشي؟ ولك حنيت لقصتي يا ابن الكباريه هاد؟ كل هالزمان ولك راضي وعم بعينك؟ سبي موزك وليه؟ إلا ما رح أسده وما رح أخرج. ولك قلت لك ألف مرة كل شيء إلا إنه الثوان، أنا عملت لك أرض ومفتاحة على قلبي أحلى من العسل، بس تخوني يا ذكوان إلها والسمد إلها. ولك خلص سكري هالرجال بقى، سكري. ولك يفتح عرضي، جنة يفتح عرضي. ولك لك ما شفت شيء يا ابن الحرام، انت ما شفت شيء. والله لا انت زيك فارقك، ولك عم تضربني يا ابن الحرام. خلص بقى خلص، الخمدي بقى الخمدي يفتح عرضك. شيخ جامع بينقتل بنص النهار وهذا الكلب زكوان بيخطف رقاصة من كباريه وما حدا بيقول له محل الكحل بعينك؟ لك وين عايشين نحن؟ وين المخبرين اللي سامعينهم بكل محل؟ سيدي نحن عم نشتغل بكل طاقتنا وما عم ننام ليل نهار، بس مثل ما قلت لك قبل شو بدنا نلحق للحق؟ شو هالحكي شو بدك؟ شو هالحكي؟ شو يعني؟ سيدي يوميا عنا متابعات ومهمات ناجحة بس بس شو؟ احكي سيدي احيانا بيكون دود الخل منه فيه فهمك فيه مزبوط دود الخل منه فيه والله شكلنا يا رفيع عم نتخبى وراء اصبعتنا عم نحارب الارهاب والارهابيين ومفكرين انه الارهاب محصور بس باللي بيقتل وبيفجر وبيذبح نسيانين هدول الفاسدين اللي مصوا دم وعرق الناس نسيانين تجار الازمه اللي تاجروا بكل شيء اللي تاجروا بالناس وبدم الناس اللي تعاملوا مع المسلحين وباعوهم حواجز وسهلوا حركتهم هدول مثلهم مثل الارهابيين ما بيفرقوا عنهم شيء اخ اخ بس وبالاخير بتطلع براسنا والله مكاسر ظهرنا غيره والله لو بيدي لعل مشانهم وخلي الرايح والجاي بالزر عليهم لك انا مو قاهرني غير هذا الكلب زكوان لك هذا واحد حشره لك صفر ماي ومفكر حاله شغله كبيره على كلنا الرقاصه وصاحب الكباري عطونا شغلتين مهمات بالتحقيق معهم زكوان معه ثلاث رجال لؤي وهيثم وهاني وهنن ساكنين ببيت عربي مو بعيد عن البلد وعم يتحركوا براحتهم بدون ما يمروا على الحواجز مو هيك؟ صحيح شو بتأمر سيدي؟ بتنكش لي ماضي زكوان حرف حرف وبتشوف لي مين هدول الثلاثة اللي معهم بلكي منقدر نوصل لشي حاضر سيدي فيكي هاي؟ زازي 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 حفرت وعلى راسي عفرة نعم؟ خلصنا صبحي بعدين بحكي لك كله سؤال ورد غطا وانا لحولك يعطي الحين ليفوت بمخك شو؟ يا رب الارباب صبحي صاحبك هجرس وين قاعي؟ ليش بقى؟ يا ربي عاوزة بشغل هلا انت عاوزة هجرس؟ صبحي موت حالي لك موت حالي ولك خلصني بشان الله هجرت وين قاعي ثلاث سنين مع بعض أول مرة بحس بحنانك وفقك وأنا هيك أول مرة بحس إنه لهي الدرجة خايف عليك يا ريت صاير معي هيك من زمان بدك لا ولو بعيد الشر عن قلبك
وأنا بحبك. حبيبي خلص ما عاد فيني. لا حبيبتي هذا الصحن بده يخلص كلياته لأنه جسمك تعبان ولازم تعوضي. حبيبي والله ماني قدراني خلص. فكرت لي بشي حجة أولى لماما مشان نام اليوم هون؟ هلا لقيت أنسب شي إنه تقولي لها إنك نايمة عند مايا، ما في غير هيك. حبيبتي احكي لنا مع الهلال الأحمر مشان يزيدوا لنا المعونات، لأنه صار عنا أعداد كبيرة وما فينا شي لحالنا. طيب على عيني مدام. وحضري حالك، بدي أخذك معي على بيروت، أنا مو وعدتك؟ شكرا كثير مدام. الو كيفك ماما؟ شوفي بس كان بدي اقول لك انه انا بدي نام اليوم عند مايا. ماشي. ايه حبيبتي وين كنا؟ مش الحال. تشربي شوي عصير. شلون بدي اطلع شلون بدي فوت؟ والله انا اول مره بشتغل بهالشغله ان شاء الله الله لا تواخذني. ليش شو كنت تشتغل بالله؟ مكان صيانة. مكان صيانة؟ حلو والله حلو. معك مال تهدف؟ خلص سويناك انا هلا مصاري يجوا بالشكل الحالي. كتر خيرك كتر خيرك. لا تواخذني ان شاء الله. تعال لا هو داي اعطيها لهذا الميكانيكي تبع التواليتات. اهلين كريمو. لك على راسي يا ابو معتصم. اهلين وسهلين. لك يشهد ربي علي انتو جماعه التيار الثالث يعني الرماديين اللي مو مبين له اللون يعني لا هون لا هون. لا زعل مني ما بطيكم. لا انتو لا جماعة التيار الرابع والخامس سيدي والسادس والسابع والتاسع الكفاءة يعني والبكالوريا. بس يا ويلك اذا بيطلع السيارة شو؟ يا معلم بالعاده وانا كلي معك. ليش بتسترجي راشد بيك؟ معلم سوء انت مغمض، هذا اذا ما ضربوا لك تحيه على الحاجز. لا بده يضربوا لي ولا اضرب له، انضرب على قلبك اللي قد ايه بدك عقله. وحياتك ما بنختلف. فوت نشرب شاي وما بتطلع الا رضيان. شرف معلم. شرف. حبيبنا. أهلين نهلة. آخ بالمهنة عيونا لنهلة. خير نهلة في شي؟ في جيتك أخطي من ورا الحائط قلب العجيب على العجيب شايط. فوتنا يا زلمة، شو بدي أقضي حياتي واقفة معك على البواب؟ نهلة حبيبتي بدي أعتذر منك، أنا عندي ضيوف. آوه ضيوف؟ شو استاذ؟ شو هالضيوف هدول؟ نايمين بتختك؟
شكلهم نعضامة للرقبة. لكن يا فنان يا مزيكاتي اخذ نجدك مع الكل بس علي انا بتوزن. نهلا خلصيني في شي؟ بتستني في شي؟ والفكر عليك بتستني في شي؟ بجي لعندك على نص بيتك انا اللي بقلب لك بلاقي وحدة نايمة متسطحة بتحتك وبتستني في شي؟ يا ربي دخيلك يا ربي يا خاين. تعال قلي ولك لوين بتطلعني يا خاين؟ بسيطة يا فنان يا حيوان الدب. إذا ما بربي فيك ليرود وبعمل لك مسخرة في عليك وعلى وسطك الفني. كديس عليكم سيرة الجواز ما جواز لا تجيبوها قدام عنين اوعكم ها بتعرفوها بتتحسس من كل شيء خصوصي بالجواز اتركوها هيك بحالها هي لحالها بترتاح على هي لحالها بتفكر بحالها ومن حالها بس منيح اللي التقيت الجثة ما هيك ابي خلصنا الله يرحمه معتصم خلصنا سكر الموضوع بقى والله اهله ما صدقوا يا حرام شبنا معتصم انت وين نحن وين لك ايش شو عم نحكي كفرنا؟ ابي الحكي اللي بلا طعمه بلا ايه ايش هو اجتماع حزبي؟ ايه سيدي اجتماع حزبي ايه ما رددنا الشعار؟ لا حول ولا قوة الا بالله لا شو بدك تحكي مع الواحد انت؟ ايه يا بي بابا العشاء صار جاهز وقليت البيت ايه ها؟ هذا الحكي اللي عليه علامات منقوم منردد الشعار على البيضات ومنخرطشه شرفوا ها شرفوا ها شرف شو خير على شو هالاجتماع جوازي بدنا نجوزه للرفيق عن جد؟ لك شو عن جد حكي فاضي بتعرفي معتصم شو بدت كلوا بكلوا وحزبية كمان لا وهالمرة ابوكي فايت فوتي مع المعارضة ايوه ابي عم يخطر ببالي نقلي شي وحده مزوقه وشبعاني دولارات شبعاني مبقوقه بقى لا تكون هي من المجلس الوطني من الائتلاف اه احسن والله هو الاثنين مخرطشين انت بس لقي ابو معتصم كلي يا ابي كلي كلي شبعاني يا ابي هالكم سنين شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت ما بننحني هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا جلال حبيبي مثل الشجر من موت وما اشتقت لك كثير انت ما اشتقت لي Thank you.
سنين شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت ما مننحني هالكم سنين شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من موت وما مننحني على ما هو الضيع كان أحسن. يعني 40 سنة ما راح تفك حزنا. لا حول ولا قوة إلا مدري ليش مدري كيف هزك ربيع بنص الخريف مدري ليش مدري كيف هزك ربيع بنص الخريف بحب وشك بحب حدي ضلي وحدي أنا ضل محراب بيت شامي غافي عليه الفيلم بحب حدي ضلي وحدي أنا ضل محراب بيت شامي غافي عليه الفيلم
يعطيك العافية. أهلين. نحن جمعية خيرية جايبين معونات لمركز الإيواء جوا، ومعنا مسرحية للصغار كمان، وهي وراء الجمعية والموافقات. ورد أحمر وعيون عم تلمع. ما بعرف مين حاطط على المكتب. هذا معذب حاله وجاي بكير كتير ليه حط لك الوردة قبل ما توصلي. معناها شكله تابس على الآخر. ما بعرف. وليش هيك ملبكة وفايتة ببعضك؟ بالعكس، هذا الشيء لازم يفرحك مو يلبكك. أنت بنت حلوة مثل القمر، وألف شاب بيتمنى يهديكي كنوز الدنيا مو بس ورد. ياسمين، انت لازم تعرفي قيمة حالك. بدي اياكي تفتحي قلبك. الحياة مليانة فرص، ويمكن يكون صاحب هي الوردة حدا كتير منيح، يعني ياخدك لغير هالعالم ولغير هالحياة. ولا تضيع الفرصة من ايدك لما بتجي. ماشي؟ كيف الشغل؟ كله تمام. يعطيكي العافية. الله يعافيك. اسماء كل الناس اللي اجوا اليوم على الجمعية بكير. ايه، وموظفين ومتطوعين. بسرعة. أنا لهون خلصت الوردة. هو يعطيك العافية، هي ضربة طريقك ومشي. تمام، يلا بسرعة. Thank you.
طب يلا. رياض صورنا. يلا جاهز ابو الروض؟ جاهز معلم. بيان الجيش الحر. ايه ابو معتصم؟ مأمور رجع وليكو معي بالسيارة ورايحين على البيت. ايه لا الحمد لله على السلامة لك. الله يسلمك. الفضل إلك طبعا بعد رب العالمين. لك لا يا ابو مأمون، نحن شو عملنا الله يسامحك، هذا واجب واقل من الواجب كمان، وانت بتستاهل كل خير. اهم شيء هو اللي يعقل ويبعد عن المشاكل ويدير باله على حاله، لانه مو كل مرة بتسلم الجرة. واذا بدك نصيحتي خليه يقدم طلب انتساب للحزب، اي شعبي قريب منه يفوت عليها. ما في براسه هلا غير دراسته ومستقبله، بس انا حبيت الفلك مشان اتشكرك. اهلين ابو مأمون. اهلين ابو مأمون، هذا عرفته؟ ايوه مشي حاله ابنه، مشي خجله. ايوه ايه الحمد لله. لو بتعرف شو صار فيني لحتى رجعت بالسلامه. ليش هيك كان محروس؟ كان مسافر. لا يا ابي، ليش عم تخبي؟ عمي انا كنت محبوس بتهمة ارهابي. ايه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وين نازلين؟ يلا الله قربنا نوصل. نقول للنظام اننا مثلما اعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعملية نوعية، فنحن في طريقنا الى مناطق اخرى، ومفاجآتنا لا تنتهي. صباح الخير مدام سوزان. صباح النور ابو الفدا. شو هدف؟ هذول معاملات بعت لك اياهم ابو معتصم وبقول لك دقيهم. ايه ابو الفدا، بس هدول خالصين ما بدهم شيء. والله ما بعرف، هيك قال ابو معتصم وراح جيب لك الدفعه الثانيه. ايوه شكله طابخ له طبخه جديده. عليه الاشتباك؟ بلش القصف عليهم ولا لسه؟ ممتاز. اسمع خبرني اول باول، فهمت؟ يلا. شو صار معك بمراقبة عتاب؟ لازمتها مثل خيال معلم، مثل ما امرت. طلعاتها وفوتاتها عادية. كافيتيريا وبيت وجمعية. بتقعد مع نسوان من جيلها. بس في شغلة معلم، كل اسبوع عندها طلق او طلعتين على لبنان. كان على لبنان. شو مالي؟ تطلع وراها على لبنان مثل ما حكينا، بالحركة وبالنفس. يلا أمرك مالي. يلا you
التعميل اللي عمل لك عليه وبس. شغل الطوابع وطوابع هي شغل صغير يطلع منها بقى يطلع منها. انا عم اعمل لك شغل ترزق الله فيه ولا لا؟ بحصل تسنو جراب معتصم. بحصل معايا والفدا خلصنا بقى خلص خلص بلا كبار بقى تفضل هيك وسك. شو كل شيء صار بده تدقيق كمان؟ كل شيء كل شيء مالك شايف لك كله بده تدقيق هلا كل شيء كل شيء. وعلى كل شيء التدقيق يا ابو معتصم؟ ايه على كل شيء على كل شيء. انا ورا توقيعي في توقيع حدا غير توقيع المدير ولا لا؟ لا. ومع ذلك انا نفسي عم دقق على حالي. ابو الفدا معلش لو سمحت تتركنا شوي لحالنا. تكرمي اساسا انا كنت رايح الحمام. ابو معتصم انت ليش عم تشتغل فيني؟ بشتغل فيكي شلون يعني؟ بالله اشرحي لي. في شيء شخصي؟ شخصي بيني وبين مين؟ بيني وبينك. بتعرفي انت لو بتردي علي كنت حكيت. شرف احكي. هون ما بينفع، هون ما بينحكى. لكان وين بينحكى؟ ويمر بي ضيفها تسكن صار اجتمع الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام معلش إلك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر دقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحرق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر دقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحرق. ويمر بضيفها وتسكن الأحلام جميلة محبها واسمها شآم. ويمر بضيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شآم.